طبعا حصتنا النهارده او محاضرتنا النهارده مش عن الشوكولاته، لكن الشوكولاته اللي احنا شايفينها دي شكلها كده حاجه طعمها حلو، لكن احيانا بتبقى متغلفه بالشكل ده. طبعا ده لما بكون انا جايب الشوكولاته دي اكلها في بيتي، لكن دي لما اكون انا واخدها هديه لصاحبي. تعال نشوف علاقه ده بالكلام بتاعنا. What is the main function of the cell؟ انا بقول ان main function of the cell is protein synthesis. البروتين اللي الخليه بتصنعه حاجة من اتنين، اما ان هو utilized او consumed inside the cell او exported outside the cell. تعالوا نشوف حكاية تصنيع البروتين ده بتتم ازاي. ادي النيوكليوس اللي هي الكوردينيتور اوف ذا سيل او البيج بوس اوف ذا سيل، وادي الريبوسوم اللي هي الماشين اللي موجودة جوه السيتوبلازم علشان تصنع لي البروتين. النيوكليوس بتبعت مسج للريبوسوم بتقول له والله يا استاذ ريبوسوم انا عايز اصنع تيوبولين بروتين، بس خلي بالك التيوبولين بروتين ده بيستخدم جوه الخليه بتاعتنا. الريبوسوم مشكورا بيبدا يجمع الامينو اسيدز اللي مطلوبه من جوه السيتوبلازم ويصنع التيوبولين بروتين. الله وصلت له رساله ثانيه بتقول له والله احنا عايزين نصنع سيروكسين، بس خلي بالك السيروكسين ده انا ما بستخدموش جوه هنا قد ما احنا بنصدره بره الخليه بتيريد جلاند بتصنع السيروكسين. ده الريبوسوم اللي فيها هياخد الرساله دي ويدخل جوه حاجه اسمها راف اندوبلازميك ريتيكولم. جوه الراف اندوبلازميك ريتيكولم يبدا يجمع الامينو اسيدز، والامينو اسيدز هتعمل لي البوليبيبتايد تشين اللي هتسيب الراف اندوبلازميك ريتيكولم في حاجه اسمها ترانسفير فيزيكل جوه حته من السيل ممبرين، وبعدين هتاخدها وتروح لجهاز تاني اسمه جولجي كومبلكس. الجولجي كومبلكس هيعمل لها شوية موديفيكيشن، طول ما هي عايشة فيه بيحصل لها موديفيكيشن، وتطلع من الناحية التانية صورة سيكريتري فيزيكل تروح تشوف السيل ممبرين، وبعدين الكونتنتس بتاعتي هتطلع بره الخلية. الكلام ده كله اكيد بيحتاج انرجي. مين بيدينا الانرجي دي؟ الميتوكوندري. دي رسالة تالتة بتقول له خلي بالك احنا عايزين نصنع اسيد فوسفاتيز، بس لو صنعت الاسيد فوسفاتيز ده خلي بالك ان هو هارمفول تو ذا سيل. ياخد الرساله وجاري على الراف اندوبلازميك ريتيكولم، يبدا يصنع الاسيد فوسفاتيز ده جوه الراف اندوبلازميك ريتيكولم، يجمع الامينو اسيدز بتاعه الاسيد فوسفاتيز من السيتوبلازم ويحطه لي جوه ترانسفير فيزيكل، والترانسفير فيزيكل تاخده وتروح جاري على الجولجي ابريتس. في الجولجي ابريتس يحصل له شويه موديفيكيشن ويطلع من الناحيه الثانيه في صوره لايسوسوم. خطر. يبقى دي السيل اورجانيلز اللي احنا عايزين نعرف. سيل ممبرين، ميتوكوندريا، راف اندوبلازميك ريتيكولم، جولجي كومبلكس، لايسوسوم، سيكريتري فيزيكل، كوتيد فيزيكل، والريبوسوم. واتكلمنا على بعض الحاجات دي قبل كده. طب دلوقتي خلينا نتكلم عن الميتوكوندريا. ايه هي الميتوكوندريا؟ هل الميتوكوندريا اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب؟ لو صبغت الشريحه بتاعتي او السيلز بتاعتي بسبيشال ستين ممكن اشوف الانزيمز او اعمل استيميشنز للانزيمز او ديمونستريشن للانزيمز اللي موجوده داخل الميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا نفسها لا، ما بشوفهاش باللايت ميكروسكوب، مش عشان هي صغيره، عشان هي عباره عن سيل ممبرين وستراكشر انا ما اقدرش احدده. لكن اقدر اشوف لو هو اسيلوفيليك بيعمل لي اسيلوفيليا، ممكن اشوف الاسيلوفيليا دي في الخلايا اللي فيها عدد ضخم من الميتوكوندريا، زي في الكيدني سيلز او فيبروزما كومبليت تيوبولز في بتاعت الكدني. انا ممكن اشوف عدد كبير جدا، عدد رهيب من الميتوكوندريا جوه الخليه تبان في صوره حاجه لونها احمر بسميه اسيلوفيليك استريشن او اسيلوفيليك استراكشن. اما تحت الالكترومايكروسكوب او بالالكترومايكروسكوب بتبان ليها تو ممبرينز، اوتر ممبرين وانر ممبرين. الاوتر ممبرين زي ما انت شفت رسمتها لك كده باللون الابيض بتبقى سموث ممبرين، لكن الانر ممبرين شوف كده لما نرسمها بتعمل لي شيلفز او ريدجز او كريستي جوه الميتوكوندريا عشان تزود السيرفيس اير. طب ما انا محتاج السيرفيس اريا تزيد في ايه؟ ما هو ده المكان اللي بقدر اخد فيه الجلوكوز واحوله الى اي تي بي، او البيروفيك اسيد واحوله الى اي تي بي، سواء كان مصدره جلوكوز او كان سواء مصدره فاتي اسيد. لكن ده المصنع بتاع الاي تي بي، ده اللي بياخد البترول. لو اعتبرنا ان البترول بتاعي هو الكربوهيدراتس والليبيدز، انا باخد البترول ده احوله الى ماده قابله للطاقه، بنزين سولار او الى اخره، داخل هذه الميتوكوندريا اللي بتعمل لي عمليه تكرير، بتحول لي الفول اللي هو الوقود اللي هو الجلوكوز او الليبيدز، بتحوله لي الى ماده قابله للاستهلاك جوه الخليه اللي احنا بنسميها اي تي بي او اي تي بي. دي شغلانه الميتوكوندريا. في سيستم
من الانزيمز بيوصل لحوالي 30 او 50 انزيم زي ما انت خدته في الكيمياء اللي بنسميها كريبس سايكل. الانزيمز دي موجوده فين؟ موجوده جوه الميتوكوندريا على ايه؟ على سيل ميمبرين. السيل ميمبرين بتاعي صغير قوي اللي هو الابيض اللي انا رسمه بره ده، عشان كده بيتعمل لنا سيل ميمبرين تاني قابل ان هو يبقى كبير قوي نحط عليه الانزيمز بتاعت الكريبس سايكل. دي برضو ميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتتميز بان هي بتنقسم بالبيناري فيشن، يعني بالانقسام الثنائي البسيط زي البكتيريا، ولذلك في بعض الناس بيتهموها ان هي بكتيريا نجحت ان هي تعيش داخل جسم الانسان، والله اعلم. لكن الخليه بتاعتي لازم تواجه احتياجاتها من الطاقه بسرعه زي اي دوله. اي دوله لازم يكون عندها مخزون من الطاقه تقدر تواجه بيه اي ازمه بتمر بيها، سواء كانت الازمه دي حرب او برد او الاخر. برضو الخليه بتاعتنا عندها نفس الفكره، انا محتاج كميه كبيره من الطاقه، لسه هستنى لما يجي لي اوردرز من النيوكليس بتاعتي تقول لي والله يا ميتوكوندري انقسم. لا، الميتوكوندريا بتاعتي علشان هي مصدر الطاقه ومصدر الحياه، لا لازم يكون في جواها دي ان ايه خاص بيه، وفي جواها بروتينز بتساعد على الانقسام خاصه بيها، وفي جواها الانزيمز بتاعتها خاصة بيه. وبالتالي لما احتاج كمية من الطاقة كتير تيجي الميتوكوندريا بتاعتي تنقسم بسرعة جديدة وتتحول الى عدد كبير من الميتوكوندريا يقدر يطلع لي عدد ضخم من الاي تي بي. لو نبص على الميتوكوندريا هنلاقي فيها لها اوتر ممبرين وانر ممبرين. اللايف سبان بتاعها 10 ايام. فيها it has its own genetic material زي divide by simple binary fission. الاقيها فين الميتوكوندريا دي؟ الميتوكوندريا دي الاقيها ديستريبيوتد في السيتوبلازم، لكن لو الخليه بتاعتي بتحتاج الطاقه بتاعتها في مكان معين، شيء طبيعي ان الميتوكوندريا دي تتجمع في المكان اللي انا محتاج فيه الطاقه عاليه. زي ايه المكان اللي محتاج فيه الطاقه العاليه دي؟ زي الابيكال بارت اوف ذا سيليتد سيل، الخليه اللي ليها شعر، اللي ليها شعر بيتحرك علشان، او مقشات فوق راسها كده علشان تنضف لجسم من الحاجات الغريبه اللي داخل جوايا. هذه الحركة بتحتاج إلى انرجي عالية جدا جدا جدا، وبالتالي لازم أحط تحت هذه المقشات فيش كهرباء، أقدر أسميها فيش كهرباء علشان أديها طاقة بسرعة. فيش كهرباء دي اللي هي الميتوكوندري. في الميدل بيس أوف سبرماتوزوا، إشمعنى سبرماتوزوا؟ تعال الأول نتفرج على السيليا بتتحرك. لازم احط هنا كمية كبيرة جدا من الميتوكوندريا علشان الحركة السريعة دي اضمن ان هي تستمر وقت ما احتاج. ادي السيليا اهي، يبقى الميتوكوندريا اتوقع ان انا عندي هنا عدد كبير جدا، كل خلية فيها عدد كبير جدا من الميتوكوندريا تحت السيليا بتاعتها. طيب ده السبيرم، الميدل بيس اوف سبيرم الاقي فيه هنا عدد كبير جدا من الميتوكوندريا لدرجة ان انا بسميه ميتوكوندريال شيس. الميتوكوندريا شيس دي علشان حركة السبيرم، نشوف كده حركة السبيرم، حركة سريعة جدا وقوية جدا وبيمشي مسافات نسبيا طويلة جدا جدا، محتاج كمية كبيرة من الطاقة. مين يديله الطاقة دي غير الميتوكوندري؟ يبقى لازم الاقي فيه عدد كبير من الميتوكوندري. السايت اند نمبر اكوردنج تو ذا اكتيفيتي اوف ذا سيل، لو الخليه بتاعت الاكتيفيتي بتاعتها عاليه يبقى انا بحتاج اباندنت اماونت اوف نم اور نمبر اوف ميتوكوندري. وكمان مش بس كده، والميتوكوندري بتاعت الخليه دي فيها لارج نمبر اوف كريست من الرفوف علشان ازود السيرفيس اريا، مش بس كده، والرفوف بتاعت دي بتبقى كبيره كمان، يعني كتيره في العدد وكبيره في الحجم. طبعا بالعكس صحيح، لو الخليه بتاعتي كسلانه ونايمه على روحها ما هياش محتاجه انرجي، مش محتاجه ميتوكوندريا، الاقي النمبر اوف ميتوكوندريا فيها قليل، لكن لازم يكون موجود باللايت مايكروسكوب، فيزيبل نوت فيزيبل، لكن اقدر اعمل لها استيميشن بسبيشالستين زي جينس جرين بيس. في الحاله دي هلاقي الديامتر بتاعي حوالي 10 مايكرومتر ان لينس، يعني كبيره المفروض تبان. بالاي ام ليها اوتر سموث ممبرين وانر ممبرين. الانر ممبرين بتعمل فولدز او كريستي او رفوف او شيلفز. طبعا قلنا ان دي بتزود السيرفيس اريا، ودي عليها الانزيمز اللي بتساوي الكريبس سايكل. تو سبيسز، في سبيس بتوين ذا اوتر اند انر ممبرين بنسميه انتر ممبرين سبيس، وعندي ماتريكس سبيس ده اللي موجود فيه الدي ان اي والار ان اي ومجموعه الانزيمز اللي في الكريبس سايكل. المهم ان مجموعه الانزيمز بتاعت الكريبس سايكل دي بتحتاج الكالسيوم والمغنيسيوم كاكو فاكتورز، كو فاكتورز يعملوا لها عمليه، يعملوا الانزيمز دي عمليه تنشيط. وبالتالي انا اقدر اعتبر ان الكالسيوم والمغنيسيوم
اللي موجودين جوه الميتوكوندريا ويشتغلوا ككو انزيمز اقدر اعتبره اعتبر الميتوكوندريا في الحاله دي مخزن ليهم، لان انا لو احتاجت الكالسيوم والفوسفورس دول سوري الكالسيوم والمغنيسيوم دول في حاجه اهم من الانرجي برودكشن هيسيب الميتوكوندريا ويروح للسيتوبلازم عشان يظبط لي الكالسيوم والمغنيسيوم في البلاد. يبقى المين فانكشن اوف ذي ميتوكوندريا انرجي برودكشن، يعني بحول الاي دي بي الى اي تي بي. الحاجة التانية the matrix containing granules that bind divalent cations اللي هي المغنيسيوم والكالسيوم which are important in regulating activity of some mitochondrial enzymes and keeping the low concentration of cytosolic calcium ions. صحيح هي بتحافظ على low concentration of calcium ions، بس لو انا الكالسيوم ions ده قلل اي سبب من الاسباب وانا احتاجت كالسيوم هدخل جوه الميتوكوندري اطلع منها الكالسيوم غصب عنها واقول له والله اتفضل لف في الدم علشان تعوض لي الكالسيوم اللي وقع مني. نبص كده على الميتوكوندري. دي الميتوكوندري شكلها جميل خالص. فيها تو سبيس اهو، ادا سبيس وادا سبيس. فيها تو ممبرينز، اوتر ممبرين سموث، الانر ممبرين عامله فولتس. في هنا سبيس اهو انتر ممبرين سبيس لو بقى لونه ابيض، والتاني اللي بقى لونه غامق. لو ابص على الانتر ممبرين سبيس سوري على على الماتريكس سبيس ده ابص الاقي فيه مجموعه الانزيمز اللي قلت لك عليه. ادي الانزيمز اهي، لما ادخلها السكر دي انرجي ترانسفورمر، انا بدخل لها السكر اللي هو الفول مولكيولز زي البيروفيك اسيد ادخله هنا يتحول الى اي تي بي ويطلع للكربون دايكسيد والميه اللي بي ديفيوز اوت سايد ذا ميتوكوندريا تو ذا سيل اند اوت سايد ذا سيل عن الراف اندوبلازميك ريتيكولم. ايه هي الراف اندوبلازميك ريتيكولم؟ دي مجموعه من الانابيب موجوده جوه الخليه. الانابيب دي بتتقاطع مع بعضها جوه الخليه بحيث تعمل لي شبكة، عشان كده بسميها نتورك اور ريتيكولوم. زي اي شبكة انت عارفها، زي شبكة النت، عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الخطوط متقاطعة مع بعضها. شبكة المية عبارة عن مجموعة من انابيب المية متقاطعة مع بعضها. شبكة التليفونات and so on. اي شبكة بتبقى مجموعة من الانابيب او السلوك متقاطعة مع بعضها، بحيث لو اي حاجة موجودة في اي مكان تقدر تتنقل للمكان التاني بسهولة. نفس الكلام او نفس الفكرة موجودة في الراف اندوبلازميك ريتيكولوم. ادي حتة من الانبوبة، طبعا قريتنا اللي فيها غلط، لكن ادي حتة من الانبوبة عليها ريبوسومز من برة بيدخل فيها المسنجر ار ان اي زي ما احنا فاكرين الحدوتة دي قبل كده قلناها في الميتوكوندريا. وبعدين البوليبوبتيريا تشين تروح للجولجي يحصل لها موديفيكيشن وتطلع في السكريتوري فيزيكال في اتجاه السيل ممبرين علشان السكريتوري فيزيكال تطلعها بره بالاكسايتوزيس. وبالتالي اقدر اقول ان الراف اندوبلازميك ريتيكولوم ات از ا سايت اوف بروتين سينسز. انهي نوع من انواع البروتين؟ ويتش از نمبر 1 اكسبورتر او سيلز سيل، نمبر 2 سيجريجيتد انسايد ذا سيل بيكوز This protein may be harmful to the cell. نشوف مع بعض الفيلم ده وندخل مع بعض على الثيرويد جلاند. ادي الثيرويد جلاند، ده بالظبط دي الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند عبارة عن كور صغير، لو اخد كورة واحدة واتفرج عليها الاقي عبارة عن thousands of cells. طب ناخد خلية كده ونتفرج عليها. ادي خلية واحدة اهي، خلية دي ليها سيل ممبرين من بره، ليها نيوكليوس من جوه. شوف النيوكليوس بتاعتي اللون الاخضر، اللي حواليها باللون الازرق ده عباره عن راف اندوبلازميك ريتيكولوم. يبقى اللي حواليها باللون الازرق ده هو الراف اندوبلازميك ريتيكولوم. اللي بقى يبان عندي ده هو الميتوكوندري. عندي كام جولجي؟ ادي جولجي 2 3 اهم جولجي اهم. لو رجعنا نصغر الصوره تاني لكن حتى من الجولجي باينه اهي، كل ده جوه. ادي جولجي وادي السن من برين بتاعي وادي الراف اندوبلازميك ريتيكولوم والريبوسومز بتنطور عليها والمسنجر ار ان بيدخل هنا جوه الانبوبه دي عشان البوليبيبتيريا تشين تتكون جوه الانبوبه دي وبعدين تطلع منه على الجولجي ابريتس. يعني تطلع من الانبوبه دي بالحته دي كده
تاخد حته من السيل وول وتطلع على الجولجي ابريتاس، هنا جولجي وفي هنا جولجي. السؤال دلوقتي، هل ممكن اشوف الراف اندوبلازميك ريتيكولم باللايت مايكروسكوب؟ فين دي؟ انا مش شايف، لكن انا شايف ايه اللي انا شايفه؟ شايف خليه، ادي خليه جميل، وادي النيوكليوس بتاعه الخليه بتاعتي. يبقى اذا ده السيل ميمبرين، واللي ما بين النيوكليوس والسيل ميمبرين ده السيتوبلازم. نفس الكلام نقوله هنا، ادي النيوكليوس وادي حدود الخليه بتاعتي وادي السيتوبلازم. نقول نفس الكلام هنا، ادي النيوكليوس وادي حدود الخليه بتاعتي، يبقى ده سيتوبلازم. السيتوبلازم بتاعي ازرق، ليه ازرق؟ عندي تفسير وحيد للون الازرق ده، هو وجود الرايبونيوكليك اسيد او الرايبوسوم. الرايبوسوم ده حاجه من اتنين، اما ان هو فري او اتاتشد. لو اتاتشد بيبقى اتاتشد للاندوبلازميك ريتيكولم وبنسميها راف اندوبلازميك ريتيكولم. يبقى سبب الرفنس بتاع الراف اندوبلازميك ريتيكولم هو الرايبوسومز، والرايبوسومز بتاعي بيزوفيليك. يبقى سبب البيزوفيليا بالشكل ده، الديفيوز بيزوفيليا دي، ان انا الاقيها واخده كل السيتوبلازم، ايه السبب بتاعها؟ الراف اندوبلازميك ريتيكولم. يبقى انا بتوقع ان في هنا راف اندوبلازميك ريتيكولم، لكن انا ما بشوفهاش، انا بشوف تاثيرها بس في البيزوفيليا. اما لو عايز اتفرج عليها اروح للالكترون مايكروسكوب، نفس الصوره دي بتاعت اللي فاتت بس اندر الكترون مايكروسكوب، الاقي اللون اللي كنت شايفه لونه ازرق عباره عن مجموعه من السكيولز. ادي سكيول اهو، تيجي نشوف سكيول كده. الخط ده ماشي جوه سكيول، الخط الاحمر ده شايف اول السكيول هنا واخر السكيول. لو انا ابص عليه من جوه الاقي اسموس اللي هو اللون الابيض الفاتح ده، من بره من هنا كده الاقي فيه حبيبات صغنون، وفي برضه هنا، في هنا اهو بص معايا، في هنا حبيبات صغنون. لو بص على السكيول اللي فوق دي الاقي برضه في هنا حبيبات لكن من جوه سموس. يبقى الرفنس هنا من بره. يبقى اقدر ارسم بقى انا كده لاين كده، اطلع الكتاب بتاعي واتفرج على الصوره دي، ممكن الاقي نفسها في الكتاب بتاعي. امشي جوه كده الاقيها سموث، امشي بره الاقي صباعي عمال يوجعني. ليه؟ لان موجود هنا رايبوسومز. امال فين التيبيولز؟ ادي التيبيولز هنا واحد فيها سيكشنز اهي. يبقى دي سيكيولز تيبيولز انت، او دي تيبيول ودي تيبيول ودي تيبيول ودي تيبيول. اهي في تيبيولز وفي سيكيولز، الاثنين متقاطعين مع بعض. لو احنا كنا فاكرين الفيلم اللي اتفرجنا عليه من شويه، الاستريك دي او الستار دي جوه تيبيول. يبقى دي الراف اندوبلازميك ريتيكولم لما اشوفها بالالكترون مايكروسكوب. لو نكبر الصوره هي دي بالظبط اهي، من بره موجود رايبوسومز ومن جوه ناعمه سموث، والماسنجر ار ان اي بيدخل جواه. شوف كده هو ماشي جواه. اوكي طيب، الاندوبلازميك ريتيكولم دي الكلمتين بقى لما تيجي في الامتحان هنقولهم. الاندوبلازميك ريتيكولم از ان انستموزنج نتورك اوف انتر كوميونيكيتنج شانلز اند سيكس اور تيوبز اند سيسترن. اتس فورمد اوف كونتينوس ممبرين، يس نوت دبل ممبرين، ويتش انكلوز سبيس كولد سيسترن. ذا نيم رف، ليه بنسميها رف؟ علشان الريبوسومز اللي موجوده على الاوتر سيرفيس بتاعها. طب باللايت مايكروسكوب بشوفها، ايوه بتديني بيزوفيليك اريا. ليه؟ علشان في عليها ريبوسومز، والريبوسومز ريتش ان ار ان اي او ريبونيوكليك اسيد، وبما ان هو اسيد يبقى بيزوفيليك. موجوده فين اكتر؟ اشوفها فين؟ في الخليه بتاعت الدايجست سيستم وفي الفايبروبلاست. اشمعنى؟ علشان الاثنين بيفرزوا كميات كبيره من البروتينز، واي خليه بتفرز بروتينز الاقي فيها راف اندوبلازميك ريتيكولوم. بالاي ام خلاص، ما احنا شفناها بالاي ام، ات كونسيست اوف سيك لايك از ويل از بارلل فلاتن سيسترني. ما احنا شايفين السيسترني من شويه. اتس ليميتنج برين از كونتينوس وذ اوتر برين اوف ذا نيوكليير انفلوب. لو نرجع تاني بسرعه ونتفرج على المنظر ده هنلاقي فعلا كونتينوس مع النيوكليير انفلوب. ايه الفانكشن بتاعتها؟ كلمه واحده بس، it is the site for the synthesis by attached ribosomes، طبعا مش هي اللي بتعمل synthesis، and the segregation of protein not designed for the cytosol، يعني للبروتينز اللي السيتوزول مش هيستخدمها.
السيتوسول هيستهلك زي الشوكولاته اللي هاكلها، مفيش داعي افضل الفها في علبه واغطيها واحط عليها ورده وفيونك. لكن اللي هطلعها بره او هصدرها ابدا اغلفها واعبيها، اللي هي كلمه بروتين نوت ديزايند فور ذا سيتوسول. كمان بتعمل ايه؟ الريبوسوم بيعمل ترانسليشن للار ان ايه وحوله الى بولي بيبتايد شي، ده بنسميه ترانسليشن. هل البولي بيبتايد شين دي بيحصل لها موديفيكيشن ولا بتفضل زي ما هي؟ لا، بيحصل لها موديفيكيشن. الموديفيكيشن ده بيحصل فين؟ جزء منه بيحصل جوه الرف اندوبلازميك ريتيكولم. دي كانت محاضرتنا عن الرف اندوبلازميك ريتيكولم، عن الرف اندوبلازميك ريتيكولم. نتكلم دلوقتي عن السموث اندوبلازميك ريتيكولم او الاس اي ار. السموث اندوبلازميك ريتيكولم ما اقدرش اشوفها باللايت مايكروسكوب. ليه؟ لان مفيش عليها ريبوسوم زي الراف اندوبلازميك ريتيكولم، وبالتالي لما اجي اعرفها واشوفها تحت الالكترون مايكروسكوب الاقيها مجموعه من الانتر كوميونيكيتنج تيوبولز. لكن بالنسبه للراف اندوبلازميك ريتيكولم كانت مجموعه من السيسترني ومجموعه من التيوبولز، يعني مجموعه من السيسترني العريضه ومجموعه من التيوبولز متشابكه او متداخله مع بعضها. السموث اندوبلازميك ريتيكولم بتبقى غالبا تيوبولز بس، يعني انا لو ابص على الصوره دي الاقي مجموعه من التيوبولز، دي تيوبول ودي تيوبول. طبعا بقيه الصوره دي ميتوكوندريا ودي ميتوكوندريا ودي ميتوكوندريا. يبقى لما اجي احط السموث جنب الراف اندوبلازميك ريتيكولم شايف هنا تيوبولز بس، هنا في تيوبول اهي، لكن في هنا سيسترني كبيره كده فلاتن، هنا فلاتن دي ما فيش فلاتن. يبقى ده فرقين كبار ما بين السموث وما بين الرف اندوبلازميك. طبعا ما ننساش الفروقات في الفانكشن وما ننساش الفروقات في السلايدز اللي هنتعرف عليها في السلايدز اللي جاي. ده اول سلايد نقدر نشوف فيه السموث اندوبلازميك فين؟ في السوبرا رينال جلاند. دي دي الكدني اللي لونها بني، ودي السوبرا رينال جلاند. لو اخدت فيها سيكشن واتفرجت على السيلز بتاعتها باللايت مايكروسكوب هلاقي السيلز بتاعتنا عبارة عن ايه؟ شايف السيل دي خلية ودي خلية ودي خلية. لو قلنا ان دي خلية واحدة نبص عليها كده كويس نلاقيها فاضية. ليه؟ لان فيها كمية استيرويد كتيرة او دهون كتيرة او ليبيدز كتيرة دابت مني اثناء تحضير الشريحة، لكن الصورة هتبان اكتر لو انا شفت نفس السيلز دي بالالكترون مايكروسكوب. هلاقيها ريتش ان سموث اندوبلازميك ريتيكولم، عشان كده بنقول سموث اندوبلازميك ريتيكولم بتاعتنا المين فانكشن بتاعتها هي الاستيرويد فورميشن او سينثيز اوف استيرويد، زي الاستيرويد هرمون. هنا السوبرارينال جلاند بتفرز ليه؟ بتفرز الالدوسترون والجلوكوكورتيكويز، والاثنين عباره عن استيرويد هرمون، يعني درايفد فروم ليبيد. المكان الثاني هو الليبر او الهيباتوسايت. في الليبر او الهيباتوسايت زي ما انت شايف كل الدم اللي طالع من الجي اي تي او الجاسترو انتستينال تراك بيروح الاول على الليبر. عشان يحصل ايه؟ رقم واحد يحصل استروج للليبر والكربوهيدراتس، رقم اثنين يحصل ديتوكسيفيكيشن لاي دراج او اي توكسين صادف وجوده مع الفود انتيك وانت بتاكل او اي دواء انت بتاخده لعلاج اي حاجه. كل ده هيدخل على الليبر عشان يحصل له ديتوكسيفيك. بعد ما يحصل له ديتوكسيفيكيشن يبدا يدخل في النورمال سيركيوليشن، ودي اللي بنسميها بورتال او هيباتيك بورتال سيركيوليشن. لو نتفرج على الليفر او نفس الفكره اللي قلت لك عليها، ادي الدم بيجي من السنترال فين ده وبعدين يمشي هنا كده في الفينز الصغيره دي، يلاقي هنا خلايا اسمها هيباتوسايت. نبص على الصوره هنا اكبر شويه، الدم بيجي كده 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 في الاتجاه ده، وبعدين يلاقي في الناحيه دي خليه والناحيه 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 دي خليه. كل الخلايا دي بتعمل فلتريشن للبلد، بتشيل منه التوكسينز اللي موجوده فيه وتبدا تعمل لها ديتوكسيفيكيشن. اللي مسؤول عن الديتوكسيفيكيشن هو السموث اندوبلازميك ريتيكولم. زي ما انت شايف الهيباتوسايت مليانه سموث اندوبلازميك ريتيكولم، ولو احنا شفنا دي طبعا الميتوكوندريا ودي ليبيد دروبليت لان كان الليبر عندي بخزن ليبيد برضو، ولو نتفرج على صوره ثالثه هنلاقي فيها الكربوهيدرات. ده المكان الثالث المهم قوي اللي انا اقدر اشوف فيه السموث اندوبلازميك ريتيكولم، بسميها ساركوبلازميك ريتيكولم. ساركوبلازميك ريتيكولم لان هي بتبقى برومننت قوي وبتبقى تقريبا استراكشر رئيسي موجود في السكيليتال ماسل. هذا الاستراكشر اللي هو الساركوبلازميك ريتيكولم موجود فيه الكالسيوم، زي طبعا انت فاكر المنظر ده لما اخدته في السكليتال ماسل بيبقى موجود جواه الكالسيوم. الكالسيوم لما يطلع بيبدا يعمل تريجرنج للكونتراكشن سايكل،
ويبدا يحصل الكونتراكشن. يبقى الكالسيوم شرط انه يطلع من الساركوبلازم ريتيكولم للسيتوبلازم علشان يعمل لي عمليه الكونتراكشن دي، وشرط انه يدخل مره ثانيه جوه الساركوبلازم ريتيكولم علشان يعمل لي عمليه الريلاكسيشن اللي احنا شايفينها دي. كل كونتراكشن ريلاكسيشن بيساوي خروج ودخول الكالسيوم للساركوبلازم ريتيكولم. تعالوا بقى نراجع الكلمتين مع بعض. هل انا اقدر اشوف السموث اندوبلازميك ريتيكولم باللايت مايكروسكوب؟ لا ما اقدرش. طب بالالكترون مايكروسكوب بتبان في صوره ممبرينس نتورك زي ما احنا شفنا. بتختلف عن الراف اندوبلازميك ريتيكولم في حاجتين، الحاجه الاولانيه نوت اسوشيتد وذ رايبوسوم، الحاجه الثانيه ان هي تيوبولار اوف فيريس شيبس، يعني ما فيش فيها فلاتند سيسترني زي ما احنا لسه قايلين من شويه. لكن ما ننساش لما نيجي نقارن ما بين السموث والراف اندوبلازميك ريتيكولم ان احنا نقوم من حيث الفانكشن بتاعت الراف اندوبلازميك ريتيكولم مين بروتين سينسز، ده مين استيرويد سينسز، ديتوكسيفيكيشن اند كالسيوم سيكويستريشن. السايتس الراف اندوبلازميك ريتيكولم موجوده في البروتين سينسايزنج سيلز، لكن السموث اندوبلازميك ريتيكولم في الهيباتوسايت وموجوده في السكليتال ماسل وموجوده في الاسترويد سيكريتنج سيلز في السوبرا رينال جلاند. طبعا باللايت مايكروسكوب اقدر اشوف الراف اندوبلازميك ريتيكولم، لكن ما اقدرش اشوف السموث اندوبلازميك ريتيكولم. الراف اندوبلازميك ريتيكولم بتبقى راف لوجود الريبوسومز، السموث اندوبلازميك ريتيكولم طبعا زي ما احنا استقايلين ما فيش عليها ريبوسومز. الفانكشن لسه قايلين استرويد هرمون سينسز زي السيلز اوف السوبرينال جلاند، ديتوكسيفيكيشن اوف دراجز، ايه الميكانيزم اوف ذيس ديتوكسيفيكيشن؟ ان هي ممكن تعمل اوكسيديشن للدراج ده، او ممكن تعمل له كونجيوجيشن بماده زي الالبومين، او ميثايليشن يضيف ميثايل جروب لهذا الدراج. كل ده ممكن يحصل بين مجموعه انزيمز موجوده جوه السموث اندوبلازميك ريتيكل. رقم 3 سيكويستريشن اند ريليز اوف كالسيوم، طبعا قلنا ان الكالسيوم ده مهم علشان الماسكولار كونتراكشن اند ماسكولار ريلاكسيشن. رقم 4 سينس اوف فوسفوليبيدز. رقم 5 جلايكوجين ميتابوليزم. يبقى نقدر نقول ان الفانكشن نقدر نلخصها في ليبيد ميتابوليزم كربوهيدرات ميتابوليزم، لكن البروتين ميتابوليزم ده اللي مسؤول عنه هو الراف اندوبلازميك ريتيكولم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم في الامتحانات ومهمة في ان احنا نفهمه في الهيستولوجي او في السيتولوجي. موضوعنا النهاردة عن الجولجي كومبلكس او الجولجي ابريتس. الجولجي كومبلكس او الجولجي ابريتس هو عبارة عن مجموعة من التيوبولز او السيسترني موجودة جنب النيوكليس، فايدتها الرئيسية متعلقة بتصنيع البروتين، خاصة البروتين اللي بنصدره برا الخلية او اللي احنا عايزين نحافظ عليه جوه الخلية جوه السيل ميمبرين او بيزيكل. تعالوا الاول نشوف الخلية كفاك كمصنع بتشتغل ازاي. ادي النيوكليس وادي السيتوبلازم. النيوكليس بتبعت اوردر للسيتوبلازم بتقول له والله انا عايز اصنع التيوبيولين بروتين، بس خلي بالك التيوبيولين بروتين ده احنا بنستفيد منه هنا جوه الخلية بتاعتنا او جوه السيتوبلازم بتاعنا. الريبوسوم على طول بيروح يقرا المسنجر ار ان اي، وبعدين يبدا يجمع الامينو اسيدز اللي موجوده في السيتوبلازم اكوردنج تو ذا سيريس اوف ني اوف اف كودنز اللي موجودة على المسنجر RNA، ويصنع لي في الاخر بوليبيبتايد تشين بنسميها احنا تيوبولين بروتين تايب الفا. التيوبولين بروتين بعد كده بنستخدمه في تصنيع المايكروتيوبولز زي ما هناخد في المحاضرات اللي جاي. طيب النيوكليس دلوقتي هتبعت اوردر تاني للريبوسوم بتقول له انا عايزك تصنع لنا ثيروكسين، بس خلي بالك الثيروكسين ده اكسبورتد اوتسايد اور سيلز. على طول الريبوسوم بياخد المسنجر ار ان اي، ما يقدرش يصنع الثيروكسين ده في السيتوبلازم، بياخد المسنجر ار ان اي ويروح للراف اندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين يدخل جوه الراف اندوبلازميك ريتيكولم وتبدا الريبوسومز تجمع لي الامينو اسيدز من السيتوبلازم وتعمل لي البوليبيبتايد تشين اللي هتسيب الراف اندوبلازميك ريتيكولم في فيزيكل بنسميها ترانسفير فيزيكل، بتروح على طول ناحيه الجولجي ابريتس او كومبلكس علشان يحصل لها موديفيكيشن وبعدين سيجريجيشن وتدخل في السكريتوري فيزيكل وتروح ناحيه السيل ميمبرين، وبالاكس سايتوزيس الثيروكسين بقى بره الخليه. شفنا قد ايه الجولجي ابريتس مهم في عمليه الموديفيكيشن ومهم في ان هو يغلف لي البروتين جوه فيزيكل عشان اقدر اطلعه بره الخليه، لكن لازم يجيله من الراف اندوبلازميك ريتيكولم. المره الثالثه
النيوكليس بتقول له انا عايز اصنع اسيد فوسفاتيز، بس خلي بالك الاسيد فوسفاتيز ده هارمفول جدا للخليه، بياخد على طول الميسنجر ار ان اي ويروح يدخل جوه الراف اند بلازميك ريتيكلم، الريبوسومز تبدا تجمع الامينو اسيدز عشان تعمل الاسيد فوسفاتيز انزيم، وبعدين الاسيد فوسفاتيز انزيم بريكورسر او البوليبيبتيد تشين تروح بترانسفير بيزيكال للجولجي اباريتس اللي هيعمل لها موديفيكيشن 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 ويطلع من الناحيه الثانيه انسايد فيزيكال بنسميها لايسوسوم. هل انا شايف قدامي في السكشن ده جولجي ابريتس؟ لا، انا شايف سيلز. ادي سيل، ادي سيل، وادي سيل، وادي سيل، وادي سيل، وادي سيل. السيلز دي في حواليها سيتوبلازم لان دي النيوكليس، وفي حوالين كل النيوكليس سيتوبلازم، لكن انا ما اقدرش اقول ان انا شايف هنا جولجي كومبلكس ولا جولجي ابريتس. طب هنا برضه السيلز، ادي واحده خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه، دي النيوكليس، ادي خليه وادي النيوكليس بتاعتها، فين السيتوبلازم؟ اللي باقي ده هو السيتوبلازم. هل انا شايف جولجي ابريتس؟ لا، انا مش شايف جولجي ابريتس خالص. امال شايف في شيء؟ بيزوفيليا، دي اسمها سبيزوفيليك سيتوبلازم. السيتوبلازم اللي قدامي ده لونه ازرق، لونه ازرق ليه؟ لان فيه اسيد مص الصبغه البيزك. ايه هو الاسيد اللي ممكن يمص الصبغه البيزك؟ الار ان اي. طب ايه اللي خلى الار ان اي موجود كتير قوي كده في السيتوبلازم؟ لان موجود في صوره رايبوسومز. طب الريبوسومز المفروض تبقى تجمعات كده؟ لا، ما هي الريبوسومز دي اتاتشد لاندوبلازميك ريتيكولم فبقت راف اندوبلازميك ريتيكولم. يعني انت عايز تقول لي ان سبب البيزوفيليا دي كلها هو الراف اندوبلازميك ريتيكولم؟ يس، هنا راف اندوبلازميك ريتيكولم، هنا راف اندوبلازميك ريتيكولم، هنا بروميننت راف اندوبلازميك ريتيكولم، هنا هايلي بروميننت ار اي اي. طالما في راف اندوبلازميك ريتيكولم منطقي ان يبقى موجود بروميننت جولجي ابريتس، صح؟ علشان كده انا مش شايف الجولجي ابريتس. ليه؟ لان انا سابغ بالهيماتوكسين ويوسين، لكن قادر اشوف فراغ اقول ان كان في هنا جولجي ابريتس بس ما اتسابغش معايا. يبقى دي بنسميها نيجاتيف جولجي ايمج، ودي نسميها نيجاتيف جولجي ايمج، ودي نسميها نيجاتيف جولجي ايمج، ودي نيجاتيف جولجي ايمج. كل دي بتقول ان كان في هنا بروميننت جولجي كومبلكس لكن ما اتسبغش بالصبغه العاديه اللي هي الهيماتوكسيلين واليوس. علشان اتفرج عليه باللايت مايكروسكوب، قصدي على الجولجي، لازم اصبغ بالسيلفر ستين او بالسيلفر امبريكنيشن. تعال نشوف ده سيكشن تاني. السيلز بتاعتي مرصوصه جنب بعضها وكل خليه ليها نيوكليس، لكن المفروض ان انا في السيكشن ده اشوف جولجي كومبلكس، انا شايفه طشاش كده، علشان كده بنقول ان ده نيجاتيف جولجي ايمج. شايف كل خليه ليها جولجي دايره بالظبط كما لو كان نيوكليس ثانيه، لكن مش مسبوغه. مش مسبوغه ليه؟ عشان هي ما بتاخدش الصبغه بتاعتي دي. علشان اتفرج عليها ده نيجاتيف جولجي ايمج، نيجاتيف جولجي ايمج، نيجاتيف جولجي ايمج، نيجاتيف جولجي ايمج. علشان اتفرج عليها اصبغها بالسيلفر ستين. لما اصبغها بالسيلفر ستين تبان السيلز، ادي خليه وادي خليه وادي خليه وادي خليه وادي خليه وادي خليه، كل خليه يعني النيوكليس. النيوكليس مش واضحه عندي لان انا ما سبقتش بالاتش اي، لكن اللي بقى واضح عندي قوي هو الجولجي كومبلكس. ده جولجي كومبلكس وده جولجي كومبلكس وده جولجي كومبلكس بتاع الخليه دي، وده جولجي كومبلكس بتاع الخليه دي، وده بتاع الخليه دي، وده بتاع الخليه دي، والجرانيولز دي بتاعت الخليه دي. يبقى انا لما اصبغ بالسيلفر ستين يبان عندي الجولجي ابريتس كبراونش جرانيولز، لكن لو بصيت بالالكترون مايكروسكوب الاقي الصوره بتاعتي واضحه جدا. فين الجولجي كومبلكس؟ هو ده كده على بعضي، هنسميه الجولجي كومبلكس او الجولجي ابريتس. عباره عن ايه؟ عباره عن سيسترني فلاتند سيسترني، سيل ممبرين عامل انبوبه مضغوطه كده، ودي انبوبه ثانيه سيسترنا بعدها كده، بيعمل ستوك. ممكن الاقي ستوك وبعد شويه ستوك وبعد شويه ستوك، نسميها ستوك اوف سيسترني. لو اشوف الستوك الواحد ده ستوك اهو من السيسترني، الاقي ليه تو فيسز. الناحيه دي فيه فيس بنسميه ماتيورنج اور سيس فيس، والناحيه دي فيه فيس تاني اهو نقدر نشوفه كده ونرسمه ونقول عليه ماتيورنج اور ترانس فيس. يبقى في عندي تو فيسز، الفيس الاولاني فورمنج اور سيس فيس، والفيس التاني بنسميه ماتيورنج اور ترانس فيس. ايه اللي بيحصل او نقدر نتخيل ايه اللي بيحصل؟ ان الترانسفير فيزيكال اللي جايه من الراف اندوبلازميك ريتيكولم، دي الراف اندوبلازميك ريتيكولم بتطلع ترانسفير فيزيكال. الترانسفير فيزيكال ده عباره عن سيل ميمبرين ما فيش عليها ريبوسومز، لكن جواها نيولي سينثسايزد
البوليبيبتايد اتش الترانسفيرز بيزيكلي بتتجه ناحيه اتجاه التورمينج اور ستيس فيس اوف ذا جولجي ابريتس اللي هو الكونفكس سيرفيس وبعدين تروح تتحد بالكونفكس سيرفيس يبقى الكونتنت بتاعتها دلوقتي بقت فين بقت جوه السكيول دي السكيول دي فيها انزيمز بتعمل موديفيكيشن للبوليبيبتايد تشين اللي كانت جوه الترانسفير فيزيكال وبعدين تفضل يحصل لها موديفيكيشن وتمشي كده يحصل لها موديفيكيشن وتيجي كده يحصل لها موديفيكيشن وتيجي كده يحصل لها موديفيكيشن لحد ما تبقى ماتيور وتطلع من الناحيه الثانيه اللي هي الماتيورنج او الترانسفيس في صوره secretory granules or secretory vesicle او ممكن طبعا primary lysosome دي الصورة اللي نقدر احنا نرسمها ونبقى متخيلين ايه علاقتها بالـ AM stock of cistern دي stock of cistern بتتكون من 1 2 3 4 يبقى دي stock 1 الستوك ده فيه 4 cistern ممكن الاقي هنا stock تاني stock ثالث and so on بيبقى dilated من both ends وبعدين الاقي related to vesicles الفيزيكلز دي يا اما secretory physical او lysosome لكن الترانسفير فيزيكال ما اترسمتش هنا اللي هي دي الترانسفير فيزيكال الصغيره دي اللي جايه من الراف اندوبلازميك ريتيكول هنا الجولجي ابريتس لو افترضنا فعلا ان ده جولجي ابريتس اقول ده علاقته ايه بالنسبه للخليه هل هو في الخليه من تحت ولا في الخليه من فوق ولا في الخليه من الناحيه اليمين ولا في الخليه من الناحيه الشمال علشان احكم على الحاجه يمين وشمال وفوق وتحت لازم تكون واقفه على ارضيه زي مجموعه الطالبات التلميذات الزراف دول دول واقفين على ارض علشان كده انا اقدر اقول دي ايدها اليمين ودي ايدها الشمال وده قدام وده ورا وده فوق وده تحت يعني اقدر احدد الاتجاهات لان شايفها على الارض لكن الطياره اللي طايره فوق دي انا ما اقدرش احدد لها دايركشن بالظبط زي الخليه بتاعتنا الخليه بتاعتنا اللي تقف على ارض كده وشايفها مرصوصه ازاي زي مجموعه الطلبه اللي كانت مرصوصه جنب بعضها دي اقدر احدد لها اتجاه اقول ده فوق وده تحت وده يمين وده شمال لكن الخليه دي اقدر احدد لها ما اقدرش احدد لها اتجاه يبقى الجولجي ابريتس اقدر اوصفه ان هو فوق في الخليه او تحت في الخليه in relation to the nucleus يعني لو كان هنا دي الخليه واقفه على الارضيه دي ودي النيوكليس بتاعتها يبقى اللي فوق اسميه فوق النيوكليس or supranuclear واللي تحت النيوكليس اسميه infranuclear تعالى كده نبص على مجموعه الخليه دي عندي هنا 1 2 3 4 5 خلايا resting on basement membrane الحته اللي بره دي الخط الاصفر اللي بره ده بنسميه basement membrane اللي هو يشبه ده بالظبط لو نرجع تاني نسمي ده بيزمنت تمبرين البيزمنت تمبرين دي ارضيه واقفه عليها الخليه ودي النيوكليس يبقى لما نيجي نوصف الجزء ده تحت النيوكليس ولا فوق النيوكليس لا ده تحت النيوكليس ازاي بقى ده هو فوق اهو لا معلش بس دي البيزمنت تمبرين بتاعت الخليه يبقى ده كده تحت النيوكليس يبقى لو قلنا ان اللون البنفسجي ده هو البروتين سيكريشن والخليه دي بتعمل سيكريشن لهذا البروتين في اتجاه ايه في اتجاه البيزمنت ممبرين المنطقي ان الجولجي ابريتس بتاعي يبقى موجود فين تحت النيوكليس هنا ولا فوق النيوكليس هنا لا شيء طبيعي ان هو يبقى هنا النيوكليس هتطلع الاوردر يوصل للراف اندوبلازميك ريتيكولم تطلع ترانسفير فيزيكال توصل الجولجي يبقى السكريشن في الاتجاه ده يبقى الجولجي ابريتس في الوقت ده انفرا نيوكليار ولا سوبرا نيوكليار نبص كده ده انفرا نيوكليار لو كانت السكريشن بتاعتنا في اتجاه البيزمنت ميمبرين طب والسكريشن هتبقى في اتجاه البيزمنت ميمبرين ليه اصل حوالين البيزمنت ميمبرين دي بلاد كابيلاري يبقى السكريشن بتطلع من الخليه بتاعتي توصل للبلاد كابيلاري طب وتوصل للبلاد كابيلاري ليه علشان تروح للبلاد طب وتروح للبلاد الاصل هي اصلا هرمون الهرمون لازم يوصل للبلاد علشان يلف في الجسم كله ويوصل للخلايا بتاعته يبقى الانفرا نيوكليار جولجي ابريتس موجود فين موجود في الاندوكراين سيلز ليه علشان يبقى ما بين النيوكليوس وما بين البيزمنت ميمبري برضه ليه تاني علشان السكريشن بتاعه الاندوكراين سيلز لازم تعدي من خلال البيزمنت ميمبري من خلال الارضيه اللي الخليه واقفه عليها علشان توصل للبلاد فيزلز اللي حوالين السيلز دي ومنها تو اول اوفر ذا بودي ده وضع مختلف طب نشوف الخلايا ام وضع مختلف ايه اللي بيحصل فيها السكريشن مش بتروح بقى في ناحيه البيزمنت تمبرين لا في الناحيه الثانيه اللي بنسميها الابيكال سيرفيس
اهو الابيكال سيرفيس، دي الابيكال سيرفيس اوف ذا سيل، وده الابيكال سيرفيس اوف ذا سيل، وده الابيكال سيرفيس اوف ذا سيل. لما اجي احط الجولجي ابريتس منطقي ان انا احطه فوق النيوكليس بالشكل ده، دي فوق النيوكليس ايوه، وده فوق النيوكليس. طب ازاي ده فوق النيوكليس اما انا بقيس على البيزمنت ميمبرين؟ يبقى الجولجي ابريتس احيانا يبقى انفرا نيوكليير واحيانا يبقى سوبرا نيوكليير، لكن الوضع هيختلف تماما لو الخليه بتاعتي بتعمل سكريشن في كل الاتجاهات. الله، طب نحط الجولجي فين بقى في الوقت ده؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ولا نخلي واحد هنا واحد هنا واحد هنا، وبعدين نقول الجولجي بتاعنا بيري نيوكليير. يبقى انا عندي الجولجي يا اما سوبرا نيوكليير لو كنت بتكلم في الاكسوكراين جلاندز، بيبقى انفرا نيوكليير لو كنت بتكلم في الاندوكراين جلاندز، او بيري نيوكليير لو كانت الخليه بتاعتي ملهاش بيزمنت ميمبرين والسكريشن بتاعي في كل الاتجاهات زي النيرف سيل. تعالى بقى نشوف الكلمتين اللي احنا هنحفظه. باللايت مايكروسكوب انا ما اقدرش اشوفه لو كنت بصبغه بالهيماتوكسين واليوسين، لكن لو كانت الخليه بتاعتي فيها بروميننت جولجي ابريتس هيبان في صوره نيجاتيف جولجي ايمج، واكيد احنا لسه فاكرين الصوره بتاعت البلازما سيل لما شفنا فيها النيجاتيف جولجي ايمج. لكن علشان اشوفه باللايت مايكروسكوب يلزم ان انا اعمل له سيلفر امبريجنيشن. طبعا قلنا سوبرا نيوكليير زي الابريرمس، وده واحد من الاكسوكراين جلاندز. انفرا نيوكليير زي الاندوكراين جلاندز، السيلز اوف ذا اندوكراين جلاندز بيبقى موجود ما بين النيوكليس وما بين البيزل سيل ميمبرين. بيري نيوكليير لو كان اول اراوند ذا سيل، وده زي ما هو موجود في النيرف سيل. بالاي ام ات كونسيست اوف سيفرال ديسك شيبد ساكيولز او سيسترني، يعني ايه سيسترنم؟ الرانجد ان ستوك، يعني السيسترني دي في 2 3 منها 4 5 فوق بعض عاملين ستوك واحد، ممكن يبقى في الخليه عندي ستوك ستوكين ثلاث ستوكين. البريفري اوف ايش سيسترنم از دايليتد. الستوك دي لها تو فيسز، اوتر فيس او كونفكس فيس او سيس فيس او اماتور فيس، الاربعه صح. والانر فيس او الكونكيف فيس او الترانس فيس او الماتورنج فيس. الاوتر فيس او الكونفكس فيس بيبقى ريليتد للترانسفير فيزيكال، يبقى الترانسفير فيزيكال اللي فيها نيولي سينثسايزد بولي بيبتايد تشين دي جايه من الراف اندوبلازميك ريتيكولم، ودايما بتبقى ناحيه السيس فيس. من الانر فيس او الكونفكس فيس او الكونتري الكونكيف فيس او الترانس فيس بيطلع دايما السكريتوري فيزيكال او اللايسوسومز. نقول على دي ايه بقى؟ لا، ما هي مكتوبه فوق اهي، دي سوبرا نيوكليير. يعني ايه سوبرا نيوكليير جولجي ابريتس؟ يعني الجولجي ابريتس موجود فوق النيوكليس ناحيه الابيكال سيرفيس اوف ذا سيل. نفهم من كده ان السيلز دي اندوكراين ولا اكسوكراين؟ لا طبعا دي اكسوكراين، شايف السكريشن جوه اليومن ازاي؟ لان دي عباره عن انبوبه طويله او كوره وانا واخد فيها سكشن، الكوره دي متبطنه بسيلز. البريفري بتاع الكره دي، الكفر بتاع الكره ده بنسميه بيزمنت ميمبرين، والخليه عامله زي المكعبات جوه الكره دي. ناخد مثال للسوبرا نيوكليير جولجي ابريتس. دي اي دي، ده الميل جينيتال سيستم، جزء من الميل جينيتال سيستم. دي التستكل او التستس، ودي حاجه بنسميها ايبي ديدمس. ايبي ديدمس، ايه الايبي ديدمس ده؟ لو نكبر الصوره شويه، الايبي ديدمس ده عباره عن ايه؟ عبارة عن خرطوم أو أنبوبة رفيعة طويلة أوي 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 وملفوفة حوالين بعضها، بنسميها convoluted tubule. شايف دي برضو convoluted tubule. طب تعالى ناخد سيكشن في الإبيديدمس، الأسهل إن أنا آخد سيكشن في الخرطوم ده، ناخد في الاتنين مع بعض. هيبان الخرطوم من ناحية في صورة دوائر ومن ناحية في صورة دوائر. كل دايره بتمثل خرطوم. هل انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهنا 11 زيهم يبقى 22، هل انا عندي 22 خرطوم ولا هو خرطوم واحد بان في صوره دوائر لانه ملفوف؟ لا، هو خرطوم واحد بس بان في صوره دوائر لان هو ملفوف على بعض. نفس الكلام هنا، الفتحه دي كانت فتحه في هنا
وبعدين دي لفه وجايه هنا، وبعدين دي لفه وجايه هنا في صوره انبوبه واحده. يبقى دي كانت انبوبه واحده ملفوفه على بعضها كده. لما خدت فيها سيكشن بانت في صوره دوائر، صحيح الدوائر هنا مش منتظمه زي هنا، لكن في الاخر هي دايره مقفوله اهي، وفي جواها فراغ زي الفراغ بتاع الخرطوم بتاعنا. الفراغ ده بنسميه ليومن، الفراغ ده هنسميه ليومن، وده هنسميه تيوبيول. التيوبيول دي متبطنه بسيلز، والسيلز دي ليها نيوكليس وليها جولجي ابيريتس. انا صبغت هنا بالسيلفر، فايه اللي هيبان عندي؟ الجولجي ابيريتس او الجولجي كومبلكس او البراونش جرانيولز اوف جولجي كومبلكس. يبقى دي براونش جرانيولز اوف جولجي كومبلكس، وده واحد تاني بتاع خليه تانيه، وده واحد تالت بتاع خليه تالت. يبقى انا الانبوبه دي متبطنه بكام خليه؟ نقول مثلا 100 خليه، كل خليه لها جولجي، بس الجولجي ده لازق جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده، فاداني الدايره البني الغامقه دي. لكن الدايره الغامقه البني دي عمرها ما كانت جولجي واحد، لا دي واحد، لكن دي نيومرس جولجي كومبلكسز، كل واحد فيهم بيمثل خليه. انا مش قادر افصصهم هنا من بعض، ليه؟ لان الخلايا مرصوصه جنب بعضها. فاكرين الاطفال الصغيرين اللي كانوا مرصوصين جنب بعض؟ امال ايه دي؟ دي نيرف سيل. ايوه انا كاتب اهو نيرف سيل. النيرف سيل دي بتعمل سكريشن في كل الاتجاهات، قلنا قبل كده. يبقى انا احط الجولجي بتاعي اول اراوند ذا نيوكليس اللي بنسميه بيري نيوكليير. طب لما نشوفها في السكشن يبقى منظرها ازاي؟ منظرها بالشكل ده، دي نيرف سيل ودي نيرف سيل ودي نيرف سيل ودي نيرف سيل متجمعين مع بعض في مكان معين في النيرفس تيشو. لما اكبر الصوره شويه الاقي برضو دي نيرف سيل ودي نيرف سيل ودي نيرف سيل. هنا النيوكليس بنت، هنا النيوكليس ما بنتش، اللي حوالين النيوكليس كولون وبني ده الجولجي كومبلكس، والكل اللي مال الخليه ده هو الجولجي كومبلكس. ليه؟ لان الانزيمز اللي جوه الجولجي ابريتس بتقدر تتفاعل مع السيلفر ستيم. لو نكبر الصوره شويه نشوف ازاي هو جرانيولز. الجولجي ده عبارة عن جرانيولز لما اسبغه بالسيلفر ستين، وهنا النيوكليس كانت في المكان ده والنيوكليس كانت في المكان ده والنيوكليس كانت هنا، ودي بقية الخلية بتاعة النيرف سيل. يبقى ده بيري نيوكليير جولجي ابريتس. انا في العمل ما بيهمنيش ان انا اوصف اذا كان بيري نيوكليير او سوبرا نيوكليير، بس لازم اكون فاهم. ولكن الصورة لما يجيلي في العملي، الشريحة لما يجيلي في العملي، مطلوب اكتب ايه؟ تلات كلمات. جولجي ابريتس دي كلمه في النيرف سيل مسبوق بالسيلفر ستين. امال ده ايه؟ ده جولجي ابريتس في الابيديديمس مسبوق هو كمان بالسيلفر ستين. طبعا في السي دي بتاع العملي هنلاقي الكلام اسهل من كده بكتير، متخصص في العمل شويه. ده الجولجي ابريتس لما نشوفه بالاي ام. لما نشوفه بالاي ام زي ما قلنا هيبقى ستوك من السيسترن، السيسترنم 2 3 سيسترن، وليها فورمنج اور سيس فيس وليها ماتيور اور ترانس فيس. والناحيه دي هنلاقي الترانسفير فيزيكال، والناحيه دي هنلاقي السكريتوري فيزيكال والبرايمري لايسوسوم. لو نتفرج على الفيلم ده مع بعض هنقول it is important that translated protein are delivered to their specific cellular location. علشان نعمل الحكايه دي البروتين لازم يروح عن طريق الممبرين، السيل ممبرين. Golgi apparatus is Because the Golgi apparatus receives proteins from one location and targets them for delivery to a second location, it is sometimes considered the post office of the cell. The Golgi apparatus consists of general components. بيكون بقى من ايه جولجي ابريتس ده؟ سيس فيس او سيس سيسترني وترانس فيس او ترانس سيسترني. السيس فيس دي دايما ناحيه الراف اندوبلازميك ريتيكولم. دي البروتينز اللي انا عايز اظبطها، ودي الانزيمز اللي انا هستخدمها في عمليه الموديفيكيشن. ادي الفيزيكلز او ترانسفير فيزيكل طالعه من الراف اندوبلازميك ريتيكولم في اتجاه الجولج ابريتس، هتتحد مع بعضها اما تيور فيس او السيس وتعمل السيس سيسترن.
الجولجي انزيمز هنا هتشتغل على البروتين وعشان تعمل له موديفيكيشن، ممكن تضيف له مجموعه كربوهيدرات، تضيف له اي حاجه، لكن في الاخر هتخليه افكتيف بروتين. من غير الجولجي ابريتس عمر البروتين اللي موجود في الرف اندوبلازميك ريتيكولم ما يبقى افكتيف بروتين، سواء كانت هرمون او سواء كانت انزيمز. دلوقتي خلاص حصل له موديفيكيشن وبقى افكتيف بروتين، خلاص يسيب الجولجي ابريتس ويطلع في صوره ايه؟ يطلع في صوره سكريتوري فيزيكل، او ممكن اخزنه جوه الخليه بتاعتي، بس لازم يكون جوه سيل ممبرين واسميه لايسوسوم. اهو شفت طلع ازاي؟ طلع بتطلع بتطلع بتطلع. دي ممكن تكون لايسوسومز وممكن تكون دي سكريتوري فيزيكلز، هتروح للسيل ممبرين وتطلع الكونتنتس بتاعتها بره السيل ممبرين او بره الخليه، لكن دي هتفضل برايمري لايسوسومز، دي هتفضل جوه الخليه. دلوقتي تعالوا نشوف ايه الفانكشن اوف ذا جولجي ابريتس. هناخد بالنا من الهايلايتد ووردز او الكلمات اللي لونها احمر، وما ننسحش ابدا واحنا بنكتب في الامتحان، لو كتبنا حتى مجرد الكلمه دي بقى احنا بناخد تقريبا اعلى درجه. الفانكشن الاولانيه modification of protein by addition of fatty acids او sulfation او glycosylation، يعني عاده البوليبيبتيد تشين اللي جايه من الرف اندوبلازميك ريتيكولم وموجوده جوه الترانسفير فيزيكل مفيش فيها سلفر جروب، مفيش فيها فاتي اسيدز، مفيش فيها بوليساكرايد، والحاجات دي بتبقى مهمه جدا فور ذا اكتيفيشن اوف ذا بروتين. علشان البروتين يشتغل كانزيم او هرمون لازم يكون في سلفر جروب، في بوليساكرايد جروب. حتى علشان البروتين ده يشتغل كانتريسبتور على السيل ممبرين لازم يحصل لي موديفيكيشن الاول من خلال الجولجي ابريتس. الحاجه الثانيه كونسنتريشن اوف بروتين، باكج اوف ذا سينثيزد بروتين اند سيكريتوري فيزيكال، وده شيء طبيعي في كل عمليات التصدير لازم اعمل باكجنج للبرودكت بتاعي. الحاجة الرابعة segregation of hydrolytic protein، شيء طبيعي علشان ما تعمل لكسرليش السيتوبلازم ما تكسرليش السيل ممبرين، لازم احطها جوه special type of cell membrane ونسميها primary lysosome. recycling of the cell membrane، ايوه، لان الحتة السيل ممبرين اللي طالعة من جدار الجولجي ابريتس وانا سميتها secretory vesicle بعد شوية هتروح للسيل ممبرين الكبير اللي بيحوط الخلية كلها وتندمج معاه، يبقى انا اضفت حتة جديدة للسيل ممبرين. الله، يعني بكرة ان شاء الله السيل ممبرين هيبقى اضعاف المساحة بتاعته دلوقتي او حجمه دلوقتي. لا، ما هو فيه زي ما فيه اكسوسيتوزيس فيه اندوسيتوزيس، يبقى انا بضيف وبحذف من السيل ممبرين. الحكاية دي بنسميها recycling of the cell membrane. كمان الجولجي كومبلكس ممكن يساعدني في senses of carbohydrates and lipoproteins اللي بستخدمها في تصنيع السيل ممبرين. شفنا قد ايه الجولجي ابريتس is very important for the life of the cell. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده هنتكلم عن اللايسوسوم. اللايسوسوم ده ممبرينس ارجانيل موجود جوه السيتوبلازم بتاع الخليه، ده بيمثل الجهاز الهضمي بتاع الخليه، يعني هو اللي مسؤول عن عمليه الدايجيشن جوه الخليه. اي ماكرو مولكيول عايز اكسره اجيب له لايسوسوم. اللايسوسوم عادة بيبقى متخصص وعادة بتبقى جواه مجموعة من الهيدروليتك انزيم. يعني ايه هيدروليتك انزيم؟ يعني دي انزيمز بتقدر تدخل المية جوه الماكروموليكيول بتاعي تقوم تكسره لي الى مولكيولز اصغر شوية. ممكن يكسر لي البروتينز، ممكن يكسر لي الكربوهيدراتس، ممكن يكسر لي اللبس، بس يوصل له. طبعا ممكن يدخلوا من الخلية وممكن يبقوا اصلا constituents of the same cell. يعني لو انا عندي ميتوكوندريا، واحنا عارفين ان الميتوكوندريا زي ما خدنا في محاضرة الميتوكوندريا اللايف سبان بتاعها 10 ايام، لما يخلص ال 10 ايام الميتوكوندريا تروح فين؟ اللايسوسوم بياخدها بيقرا تاريخ الصلاحية بتاعتها، يلاقي تاريخ الصلاحية بتاعها انتهى، يبدأ ياخد الميتوكوندريا دي ويكسرها لي الى الكونستيتوينتس الرئيسيه بتاعتها اللي هي كربوهيدراتس ليبيدز اند بروتين. يبقى اذا دي برضه عمليه دايجيشن. لو نيجي نتفرج كده مع بعض على الصوره بتاعتنا نلاقي النيوكليوس بعت اوردر
للريبوسوم بتقول لي صنع لي اسيد فوسفاتيز بروتين. لكن خلي بالك الاسيد فوسفاتيز بروتين ده لو سبناه طلقناه جوه السيتوبلازم هيكسر لنا كل البروتينز اللي عندنا في السيتوبلازم. عشان كده لو سمحت يا ريبوسوم حطه لي جوه ميمبرين. فالريبوسوم بيروح للرف اندوبلازميك ريتيكولم يستعين بيها، وبعدين يحط لي البوليبيبتيد تشين في الترانسفير بيزيكل اللي بتروح للجولجي ابريتس علشان تعمل لي اللايسوسوم. يبقى اللايسوسوم دي فيه مجموعه من الانزيمز منها الاسيد فوسفاتيز انزيم اللي احنا شايفينه من شويه. طب اللايسوسوم ده عايز يشتغل، هيشتغل على ايه؟ ادي خليه، ادي بكتيريا عايزه تدخل جوه الخليه بتاعتنا. هتنجح؟ نجحت ان هي تدخل جوه الخليه. هتموت الخليه؟ هنشوف. العمليه دي بنسميها فاجوسيتوسيس. بقت البكتيريا جوه فاجوسوم، البكتيريا دي بقت جوه ايه؟ فاجوسوم. الفاجوسوم ده عباره عن سيل ميمبرين وجواه شويه اكسترا سيلر فلويد جاي من بره اهم، وجوه الفلويد دي موجود البكتيريا بتاعتي. تيجي على طول الخليه تستعين بالرف اندوبلازميك ريتيكولم والجولجي ابريتس وتصنع لي لايسوسوم. اللايسوسوم ده اللي لسه مصنع جديد بنسميه برايمري لايسوسوم. البرايمري لايسوسوم بيتجه ناحيه الفاجوسوم، والاثنين يتقابلوا فين؟ في النص، ويحصل فيوجن ما بين الاثنين. هيحصل فيوجن ما بين الاثنين. طالما حصل فيوجن يبقى اللايسوسوم ده ما عادش برايمري لايسوسوم، امال نسميه ايه؟ نسميه سكندري لايسوسوم. دي حته راف اندوبلازميك ريتيكولم قديمه، ودي ميتوكوندريا قديمه. كل الحاجات القديمه دي الروبابيكيا دي بسميها سيلولار ديبرس. السيلولار ديبرس دي بتتحوط بسيل ميمبرين واسميها اوتوفاجوسوم. الاوتوفاجوسوم ده بيروح للبرايمري لايسوسوم علشان يتحد معاه، ويتحول البرايمري لايسوسوم الى سكندري لايسوسوم. ده مش كده وبس، ده ممكن الخليه بتاعتي يدخل لها فلويد بعمليه بنسميها بينوسيتوسيس. الفلويد اللي هيدخل ده هيروح يلاقي البرايمري لايسوسوم يتحد معاه ويتحول الى سكندري لايسوسوم. يبقى انا عندي كام نوع من السكندري لايسوسوم اتكلمنا عنهم دلوقتي؟ الاوتوفاجوسوم لما يتحد باللايسوسوم، الفاجوسوم لما يتحد باللايسوسوم، البينوسيتيك فيزيكل لما تتحد باللايسوسوم. كل ده هيديني السكندري لايسوسوم. ادي الصوره على بعضها. بالفاجوسيتوس بقى فاجوسوم يتحد بالبرايمري لايسوسوم، الاوتوفاجوسوم هيتحد بالبرايمري لايسوسوم، البينوسيتيك فيزيكل هتتحد بالبرايمري لايسوسوم. كل ده يتحول الى سكندري لايسوسوم. السكندري لايسوسوم هيبدا يعمل ديجيشن لكل الحاجات دي ويحولها لي الى نيوترينتس وديسبوز. النيوترينتس هيحصل لها ديفيوجن للسيتوبلازم، والديسبوز هتروح على طول تطلع لبره بالاكسوسيتوز. الديسبوز لو اتخزنت عندي في الخليه، لو كانت في ليود بسميها مالتي فيزيكولار بودي، لو كانت سوليد بسميها ريزيديوال بودي. يبقى دي الصوره بتاعتنا في الاخر خالص اللي احنا بنحاول نحفظها او نحاول نفهم عليها. يعني ايه برايمري لايسوسوم لسه متكون جديد، ويعني ايه سكندري لايسوسوم افتر فيوجن ويز. رقم واحد اوتوفاجوسوم، رقم اتنين فاجوسوم، رقم تلاته بينوسيتيك فيزيكل. لما يحصل لهم فيوجن يتحولوا التلاته الى سكندري لايسوسوم، اللي ممكن بالاكسوسيتوز يطلع الديسبوز اللي هي المواد الضاره يطلعها بره الخليه، لكن النيوترينتس هتحصل لها ديفيوجن جوه السيتوبلازم. لو اتخزنت عندي جوه الخليه ممكن تكون في صوره مالتي فيزيكولار بودي لو كان اصلها بينوسيتيك فيزيكل، او ريزيديوال بودي لو كان اصلها فاجوسوم. يبقى نروح بقى للكلمتين السهلين ونقول اللايسوسوم ده سايت اوف انترا سيلولار دايجيشن اند تيرن اوفر. يعني ايه تيرن اوفر؟ يعني تغيير. تيرن اوفر يعني دايما بجدد تجديد السيلولار كومبوننتس. شيء طبيعي، احنا شفنا ان الرف اندوبلازميك ريتيكولم ومعاها الميتوكوندريا القدام داخلين على الريبوسوم علشان ياكلهم او عشان يعمل لهم دايجيشن، وبالتالي هقدر اكون ميتوكوندريا جديده ورف اندوبلازميك ريتيكولم جديد. الاقي اباندنت في الفاجوسيتيك سيل. ايه الفاجوسيتيك سيل؟ الخلايا المتخصصه في الاكل. ايه الخلايا المتخصصه في الاكل دي؟ خليه منهم بسميها ماكروفاج، خليه ثانيه بسميها نيتروفيلز، خليه ثالثه بسميها ايسينوفيلز، لكن اللي علينا نحفظها هي الماكروفاج. اللايسوسومال انزيمز اللي هي زي الاسيد فوسفاتيز انزيم، وشفنا ازاي بيتكون جوه
الرف اندوبلازميك ريتيكولم علشان يروح للجولجي ابريتس ومنه اللايسوسوم. كل مجموعه الانزيمز دي واكتر منها كمان اسيد فوسفاتيز بروتيز لايبيز، كل الانزيمز دي بتقدر تكسر لي البيولوجيكال كومبوننت بان هي تحط لي الميه جوه الماكروموليكيولز دي. الانزيم سينثسايزد اسيجريجيتد فين؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. وبعدين تسيب الرف اندوبلازميك ريتيكولم وتروح للجولجي كومبلكس علشان يحصل لها موديفيكيشن وباكج ونسميها احنا لايسوسوم. الاكتيفيتي بتاعتها بيتوقف على البي اتش. كل ما يبقى البي اتش بتاعها اسيدك كل ما الانزيمز بتاعتي دي هتشتغل احسن. اوبتيمال اكتيفيتي يعني درجه النشاط القصوى، يعني اعلى درجه نشاط للانزيمز دي لما تكون في اسيدك بي اتش. اشوفه باللايت مايكروسكوب ما اشوفوش باللايت مايكروسكوب، لكن اقدر اعمل استيميشن للانزيمز اللي موجوده جوه اللايسوم بهيستوكيميكال تكنيكس. طيب بالالكترون مايكروسكوب بيبان بالالكترون مايكروسكوب؟ ايوه، بيبقى عباره عن سفيريكال جرانيولر الكترون دنس فيزيكال. سفيريكال يعني شكله مدور، جرانيولر يعني في جرانيولز، الكترون دنس فيزيكال يعني ليه سيل ممبرين وبيبان كويس لانه بيبقى دنس. اتس دايامتر من 0.05 الى 0.5 مايكرومتر. عندي كام نوع من اللايسوم؟ نوعين من اللايسوم، في برايمري لايسوم وسكندري لايسوم. برايمري لايسوم دي اللايسومز اللي ما اشتركتش في عمليات قتاليه خالص. لايسوم ذات هاف نوت بارتيسيبيتد ان ايديجيشن ايفنت. امال ايه السكندري لايسوم؟ دي اللايسومز اللي اشتركت في الاتحاد ب كومباينيشن اوف برايمري لايسوم وذ فاجوسوم بينوسيتيك فيزيكال اور اوتوفاجوسوم. لو كانت البرايمري لايسوسوم بيتحد مع فاجوسوم بنسمي السكندري لايسوم ده هيتيروفاجيك فاكيول. لو كان البرايمري لايسوم ده بيتحد مع بينوسيتيك فيزيكال بنسميه مالتي فيزيكولار بودي. ايه اللي بنسميه السكندري لايسوم؟ يبقى انا عندي كام نوع دلوقتي من السكندري لايسوم؟ الهيتيروفاجيك فاكيول والمالتي فيزيكولار بودي. رقم 3 هو الاوتوفاجيك فاكيول. ايه هو الاوتوفاجيك فاكيول؟ ده سكندري لايسوسوم بيجي نتيجه اتحاد البرايمري لايسوسوم مع الاوتوفاجوسوم، وده اللي مسؤول عن التيرن اوفر اوف سيتوبلازميك اورجانيل. الفاجوسوم بعد ما يبقى سكندري لايسوسوم الفيت بتاعه ايه؟ بيروح في مصيره ايه؟ مصيره اول حاجه النيوترينتس اللي جواه بيحصل لها ديفيوجن للسيتوبلازم. رقم 2 المواد الاندايجستبل ار ريتيند وزين ذا فاكيول نسميها ريزيديوال بادي لو كانت سوليد، وهنسميها مالتي فيزيكولار بادي لو كانت فلويد. المفروض ان الخليه بتاعتنا بيحصل لها تيرن اوفر، يعني الخلايا اللي بتتولد النهارده اخرها شهر شهرين سنه سنتين، لكن في خلايا بتبقى لونج لايف. يعني ايه لونج لايف؟ يعني ما بتموتش ابدا. الخليه اللي بتتخلق فيك وانت طفل بيبي لسه صغير بتفضل عايشه معاك لحد نهايه العمر. الخليه بنسميها لونج لايف سيل زي النيرون والهارت سيلز. ممكن اللايسوسومز اللي اتكونت عندي وانا طفل تفضل عايشه جوه الخليه بالريزيديوال بارز اللي فيها لحد نهايه العمر. فتبان بقى لما اكبر في السن واشوف جزء من السيلز اللي تحت اللايت مايكروسكوب او تحت الالكترون مايكروسكوب يبان جرانيولز. الجرانيولز دي عباره عن لايسوسومز قديمه من وانا صغير وهي بتتكون جوه الخليه بتاعتي. جواها ايه؟ جواها ريزيديوال بارتس. لكن في الكاردياك ماسل وفي النيورونز بتبقى عاده اللايسوسومز دي مليانه ليبيد جرانيولز، فبنسميها لايبوفيوسين بيجمنتس.